اليوم استعداد راس السنه تبقى التعليمات المديريه ديال السيد مدير العمل المواطني تحت الاشراف ديال السيد ولي الامن اذن مدينه اسفي ولي الامن الوطني ديال اسفي تاخذت مجموعه من الاجراءات الامنيه مشدده كذلك تم تسخير مجموعه من الوسائل الماديه والبشريه تبقى التعليمات ديال السيد ولي تم وضع كذلك واحد الخطه هي محكمه تم تقسيم المدينه الى سبع مناطق حسب الدوائر الامنيه اذن هذا العام تقريبا احتفال ديال راس السنه كتجي بظروف شيحة اللي كيعرفها العالم وبالتالي ان تم اتخاذ مجموعه من الاجراءات اللي هي مثلا استثنائيه ديال فرض حاله الطوارئ الصحيه وكذلك حظر التجول اللي هو ابتداء من الساعه السادسه الى الساعه من الساعه التاسعه الى الساعه السادسه صباحا. بالنسبه للامن الاقليمي مدينه اسفي راه مجند على قدم وساق من اجل تتمر هذه الاحتفالات في واحد الظرفيه اللي هي خاصه يطوع الامن والنظام تبقى للتعليمات المولوية صاحب الجلالة وكذلك حفاظا على رعاية صاحب الجلالة وباش ينعموا بالأمن والطمأنينة والسلام. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.